السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى نلقاكم فيديو بخير وعلى خير يا ربي نتوما والأهل والأحباب ديالكم. هاد المرة كنقولها وفغيمو كنقصدها، نتمنى في هاد الأزمة حتى واحد ما يتأذى فينا، لا حنا لا أحبابنا. نتمنى ربي أنه يلطف يعني يعفو علينا ويحيد هاد البلاء، ولكن مع الدعاء أكيد الواجب علينا كاملين أننا نديرو الاحتياطات اللازمة. البنات كل واحد في دارو انه يحاول يدير جميع الاحتياطات، الخروج للضروره القصوى فقط، وخصوصا في هاد الايام، يعني الايام المقبله راه لو بيك غادي يطلع بزاف، العدوى غتكون منتشره بزاف. ما نخافوش، غير نبقاو في ديورنا هاد الايام اللي جايه، ونحاولوا اننا في ديورنا نمارسوا كاع لي زاكتيفيتي اللي موالفين كنديروا. بحال مثلا كيف معروف العاده عند المغاربه هي يوم الجمعه يديروا كسكسو، فما تقطعوش هذوك العادات على وليداتكم، وما تحسوهمش انكم راك تعيشوا في الرعب، لاننا نحن كمؤمنون نؤمن بالقدر خيره وشره، ونؤمن بالموت. يعني احنا عارفين بان الا ما متناش بكورونا غادي نقدروا نكونوا جالسين غير فوق كرسي في دارك غادي تموتي. احنا مامنين بان الاجل عنده نهايه ومكتوب عند الله عز وجل. يعني احنا بعدا كشعب يعني مسلم مؤمن ما كنخافوش من الموت، غير واجب علينا. حتى الله عز وجل كيقول لك ما رموش يعني نفسنا في التهلكه، يعني نديروا اللي علينا وفي نفس الوقت نعيشوا بشكل طبيعي جدا. حتى المناعه ديالك كتقوى، وانت كتضحكي مع وليداتك، وانت كتحاولي انك كتديري معاهم واحد الاجواء زوينه، راه المناعه ديالكم كتقوى، راه الروابط ديالكم كتطلع. فحاولوا انكم تقادوا شي واد طيبو. على كاين شي بنات كتقول لك مثلا واش حنا غير مسالين الماكله، واش حنا مسالين الطياب؟ لا راه نورمال غادي تاكلي باش انك تعيشي، بالعكس هذا هو الفتره باش نديرو مراجعات غذائيه للطعام ديالنا. بحال مثلا الاقتراح اللي نعطيكم اليوم هو كسكسو بالسميده ديال الذره. فعوض اننا نبقاو نديرو داك الكسكسو ديال الحانوت، لما لا كل ربه بيت تمشي تطحن واحد تاخذ الذره حبوب وتمشي تطحنو في المطحنه، ولا تشريه مطحون ما كاين باس. ايوا لالا، وتصوبوا على شكل كسكسو، كيجي صحي للغايه، والفوائد ديال الذره راه عديده وما كناكلوهاش في بزاف د الحوايج. المهم نرجع معكم للوصفه. الوصفه هي بسيطه جدا، كتاخدي القديد كترطبيه باش تحيدي منه ديك الملوحه الزايده، كنزيدوا واحد البصيله كنشنفوها، كنديروا مطيشه شويه بالزايد لان السميده ديال الذره كتحتاج واحد الحموضه، يعني زيدي مطيشه بالزايد على ديال الكسكسو. وغادا ديري العطريه، الملح، البزار، سكنجبير، خرقوم بلدي، شويه ديال السمن مالح ضروري باش كيعطيك ديك النسمه زوينه، والزيت صافي. وكتكوني دايره الماء كيطيب كتقلي داكشي وكتضيفي الماء، يعني كتديري الماء الكافي باش غترمي الخضره. والخضر اختياري يا البنات، اللي عندك في الثلاجه قضي فيها. دابا حنا في واحد الفتره البنات ديال ما كاينلاش تبقاي غدا خارجه داخل الحانوت، لا اللي عندك قضي بيه، حتى سالي ستوك ديالك في الدار كامل، داكشي اللي دايره في الكونجيلاتور، داكشي اللي دايره في الفريغو، داكشي اللي عندك في البلاكارات، كلشي هذه لوكازيون باش انك تجبديها. طيبي داكشي عندك في دارك، بما داز هاد الاسبوع اللي غادي يجي غيجي قاصح بزاف، قضي بداكشي اللي عندك في دارك. يعني حنا درنا اللفت الاحمر، اللفت الابيض، كورجيت، القرعه حمراء، وديري واحد الربيطه ديال القزبر والمعنوس كتعطي واحد النسمه غزاله. بالنسبه لبنات الكسكسو، الطريقه ديال التكسكيس ديالو مختلفه على الكسكسو ديال الحانوت. انا غنخلي لكم في جدول الوصف الرابط ديال الكسكسو بالدجاج والتفايا، وغتلاحظوا بانه الطريقه مختلفه. هاد الكسكسو ديال الذره كيحتاج شويه الماء بالزايد، وما كنديروش داك الشكل ديال يدينا كنبقاو نديو فيهم ونجيبو فيهم بصباع يدينا، لا هادو كنحاولوا اننا نسمدو داك الكسكسو. كي قالت لي الوالده بحال اللي كدلكيه باش ما كيجيش شاحف، وكيجي هكا معلك داك السميده. هذه هي الطريقه ديالو. كنظن ان الصور يعني غتخليكم انكم تشوفوا الطريقه بشكل اوضح. الحاجه اللي غنبغي ناكد عليها البنات، خليكم في داركم باش تحمي راسكم ووالديكم وحبابكم، هي الطريقه الوحيده ان شاء الله. هذا التباعد الاجتماعي هو الطريقه الوحيده باش اننا نقضوا الماكسيموم منه. حتى لو كانوا ناس فيهم العدوى خارجين على برا، على الاقل انت كتحمي راسك وكتبقى في دارك، وما كتزيدش تنشر انت العدوى في المحيط ديالك. نتمنوا من الله عز وجل انه يرفع علينا هذا البلاء. لحقاش كيف كتشوفوا
كل شيء وقف، الأسلحة وقفات، الدول العظمى وقفات، يعني بجنودهم بأسلحتهم بابتكاراتهم، ولو أنهم كيبحثوا في المختبرات باش تعرفوا بأن يعني القدرة ديال الله أعلى وأعظم. يعني في هذا الوقت ديال الدعاء وديال نقولوا يعني سبحان الله، يعني راه كلشي 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 كيبين العظمة ديال الله. ومع ذلك البحث اللي كيديروا، البحث ديال لي فاكسان اللي كيديروا، ومع ذلك راه الفيروس ما مازال كاع ما تكونترولا، مازال ما عارفينش بزاف في الحوايج عليه. فلذا البنات امنوا بالله اكثر، نحاولوا نتقربوا من الله اكثر، هذه فرصه الله عز وجل كيزعزعنا فيها باش نرجعوا للطريق، باش نرجعوا ليه. نحاولوا ما امكن ماشي غير تسد على راسك وصافي، اللي كيعرف شي حاله انها محتاجه، وكنهضر يعني وكنقول محتاجه حقا، خليو لي هذوك اللي كيمدوا يدهم وكيجلسوا كيكتبوا في لي كومونتير ويعني وعندهم الوجه باش انهم يطلبوا ويسعوا ويدبروا على باش يعيشوا، ولا ما نعرف كيفاش نوصفوها. لا انا كنهضر على دوك الاسر العفيفه اللي ساده عليها في دارها، تقدر تاكل الماء والخبز وما تخرجش للزنقه تطلب. هذوك الناس نبغي من كل واحد فينا انه يقلب عليهم، راه دورك الان باش انك تقلب على شكون محتاج، ماشي بالضروره المحتاج هو يخرج عندك يقول لك انا خاصني، انت قلب عليه، سول، عطى الله. عندك فاميناج في الموبل ديالكم، عندكم عساس سرباي في قهوة كنتي كتعرفيه، يعني عطى الله الناس اللي مخبين ولكن هما في امس الحاجة. وحاجة اخرى، حنا في وقيته ديال الاقتصاد والتدبير، انا اللهم لك الحمد هذا النورمال عندي في حياتي، ديما كنصوب داكشي اللي عندي في الدار كنديباني بيه، غير داكشي القليل راه ممكن نصوبو بيه بزاف د الحوايج. وغادي ندير معكم ان شاء الله الى كتاب ربي، ندير معكم واحد لا ليست ديال وجبات اللي ممكن نصوبوها من لا شيء، يعني من داكشي يعني اللي عندك في الدار ديباني بيه، وتصوبي وصفه غزال. على العموم نتمنى ما نكونش طولت عليكم، خليكم مع باقي ديال الفيديو، الله يلطف بينا والله يهز علينا هذا البلاء. دمتم في رعايه الله وحفظه، الى اللقاء في فيديو قادم، وجمعه مباركه.